بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقاء المشاهدين اصدقاء المتابعين، عودة مرة اخرى واحداث الشوط الثاني من هذه المباراة ما بين فرقتين كبار. الدبونة محذوفة كروية في الشوط الاول، والتقدم كان لاصحاب التيشيرتات الحمراء بعد فين مقابل الاشياء لصالح فريق الام اس. وادي لمسة داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع يشيل ويطلع. بادئين الشوط الثاني نار، بادئين الشوط الثاني واخدين قرار لا تراجع ولا استسلام. في ظل الحديث عن الشوط الاول واداء الشوط الاول، كان اداء عالي واداء ناري بانتظار الشوط الثاني. ان شاء الله يكون مباراة ويكون مباراة روعة وجميلة زي ما شفناها وتابعناها في احداث الشوط الاول. اللمسة المرة دي موجودة هناك عند كوسي على طول على حدود منطقة الجزاء، الاستلام ولكن الابعاد الدفاعي موجود من النجم رقم 2 لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، خلي بالك يا لطيف، العرضية موجودة ولكن تعدي تطلع بره، تخرج تتحول إلى ضربة ركنية، وهيروح لها المتخصص المعروف هو بكل تأكيد النجم حمزة رقم 10. النجم حمزة رقم 10 متخصص الكرات الثابتة والركلات الركنية من الجانب اليمين. أصدقاء المشاهدين الشوط الأول وتشكيلة الفرقتين، لكن خلينا نقولها بعد الركلة الركنية. شايف كام؟ 2 4 5 موجودين، وخمسة وخميس على ام اس النهارده في احداث هذه المباراة. خمسة موجودين من ذوي الاطوال والابراج الموجودة والارتفاعات داخل منطقة الجزاء. حمزة الكل بانتظار العرضية والتصويبة، ولكن حارس المرمى مصري يمسك كورته ويبدأ الهجمة على اليمين على طول عند كابتن الفريق النجم رقم سبعة الديوي. ادي الديوي مرة ثانية في الشمال، ولكن بقى في صفارة وفي راية وفي قرار للحالة فريق الاي سي سي لعب على طول هناك عند النجم دينو رقم 15 اللي كان شارك بقى مع بداية الشوط الثاني. ادي لمسة مهارة فردية عالية، يا حلاوتك يا جمالك، والتصويبة روعة مش معقول. الهاتريك كان هيجي، ولكن على طول حارس المرمى يجيبها من المقص الشمال ويحرم اللاعب النجم الكبير زياد زكي بتسجيل الهدف الثالث مشاهدينا علشان تستقر النتيجة. لسه عند اثنين لا شيء الشوط الاول. الشوط الثاني هل يشهد عودة فريق الاي سي سي؟ عايزينهم يرجعوا في المباراة جميلة، ووصلوا أكثر من مرة، ولكن اللمسة الأخيرة عند ركلة حرة موجودة هناك عند وهبي الجنب الشمال، هتتلقى بالقدم اليمين علشان تروح باتجاهها نحو المرمى، هتشوفها بتتنفس ازاي، وعشر الضغط بصفارة وبتقديع حكم المباراة حمادة سعد. هذه اللمسة عالية فوق، ولكن مرة ثانية الدفاع وتصويبة حلوة، ولكن تعدي في العرضة هنا من اللعب حمزة تخرج إلى خارج الملعب وإلى ركلة المرمى. لا الشوط الثاني بشكل ثاني، لا الشوط الثاني بروعة ثانية، لا الشوط الثاني جميل ومبدع حتى الآن بالهجمات على المرميين، وإن كانت الهجمات الأقصى لفريق الام اس اللي داخل هذه البطولة ويرفع شعار أنا البطل أهو. هذه لمسة على اليمين، استلام هنا من ميشو، يا ولد استخلاص روعة، ميشو في وسط ثلاثة عدى رجعة الكورة وحكم المباراة بيقول لك كابتن قريب جدا على ده سعد واحد منا وكابتن المميزين الحقيقة، واللي بيشارك النهارده في أحداث هذه المباراة كحكم ساحة، اللي بيعاون النهارده ايضا الحكام الكابتن اشرف عبدين والكابتن محمد مبارك ومن تكنيك بالفار الكابتن محمد عبد اللطيف. لعبة التماس على طول وسط الملعب، هنا تعدى النجم رقم 95 زكي، تروح في اليمين استلام مهارة ودوران هناك عند زياد ولكن مقطوعة مرة ثانية، والدفاع ترجع لحمزة، حمزة تصويب ولكن بعيدة كل البعد، تخرج في الأخير، تلتقط في الأخير، تتحول في الأخير إلى ضربة ركنية. أداء روعة النهاردة، روعة الحقيقة هنا بمدينة السحر والجمال
مدينة الجونة الحقيقة اللي بتطل علينا وتطل علينا هذه البطولة كل عام هنا من الملعب الفرعي. كل سنة وانتم طيبين، عام جديد إن شاء الله الكل يحقق فيه كل أمنياته. 2023 مرت 2022 بحلوها ومرها، داخلين في سنة جديدة إن شاء الله تكون سنة الحب وسنة الود وسنة السلام عليكم كلكم. هنا من الجونة بنوجه لكم أجمل التمني والتهاني بمناسبة 2023. تبديلات موجودة هنا، خروج اللاعب رقم 11 اللاعب هاشمي، هيخرج الهاشمي وينزل اثنين لعيبة، خرج اثنين لعيبة ونزل اثنين لعيبة. تبديلات وتحديلات الإدارة الفنية لفريق الـ ABS. النهارده المدير الفني يوسف حمير، يوسف حمير وعمر او عمر حسن، لكن خلينا مع الهجمه من ناحيه الشمال. هناك عند صاحب القميص رقم 17 عمر صالح، عمر صالح تدخل قوي فاول موجود لفريق الاي سي سي. النهارده الاداره الفنيه للاب وعمر حسن وعمر شريف ومازن فوده هم دول الاداره الفنيه للفريق. اما الاي سي سي النهارده بقياده فنيه كبيره جدا للكابتن نادر عايش، هم دول الاداره الفنيه للفرقتين وهم دول اصحاب الافكار واصحاب التكتيك والتخطيط من خارج الخطوط. شايف كابتن نادر على هو حقيقه بالتوجيهات والتعليمات لفرقته اللي بيحاولوا ان هم يرجعوا في المباراه وفي النتيجه. والله حضراتكم فريق محترم وعنده امكانيات، ولكن البدايات البدايات وحط تحت كلمة البدايات 17 خط أحمر. بديل السلام هناك تصل على الشمال عن طريق اللاعب عمر صالح، ترجع مرة ثانية بديل كابتن الفريق هناك في الشمال عند صاحب القميص رقم 30 أحمد حسام. أحمد حسام وتدخل برافو من الدفاع، وتدخل برافو من الدفاع، تعدي تخرج بره تمر إلى خارج الملعب وإلى الى ايه؟ الى رمي التنس من الجنب الشمال. الى تعال لطيف. لطيف. ورمي التنس. في الاتي اس رسل حارس المرمى ثم رقم 5 رمي رقم 4 الى رقم الدين ووهبي وزكي وحمزه وكوسي وزياد زكي وهاشمي وعبد الله عثمان واللاعبين اللي هيشاركوا على فكره البدلاء لابونا وعمر صالح وديبو وسمعه ونشيد حارس المرمى. الليسي سير مصري، علي مرسي، عز الهواري، محمد انور، احمد حسام، ولطيف، اسماعيل، طلال، بديوي، ميشو، ياسين على دكه البدلاء اللي كانوا موجودين ديبو ومروان، ديبو مروان وموسى ومصطفى عطيه، هم دول الاسماء اللي موجودين النهارده سواء في ارضيه الملعب او اللي كانوا موجودين على دكه البدلاء. هم دول اللي مدعونا وهم دول اللي فرجونا على مباراه روعه في الشوط الاول وعلى مباراه بديعه في بدايه الشوط الثاني حتى الان. حتى الان لبسه على الشمال هناك وصلت عند النجم رقم 17 في التسجيل لصالح لاعبه ولدود الاي بي اس عمر صالح، ولكن لمسه مره ثانيه هنا من لابونا يكسب منها لابونا رمي التماس من الجنب الشمال. لابونا يرجع ورا هناك عند حمزه، حمزه صاحب الركنيات والعرضيات والعرضيه موجوده مره ثانيه هناك عند النجم عمر صالح عند الفيل والعرضيه خطيره والدفاع يشيل ويطلع من داخل منطقه الجزاء. ايه الضغط ده؟ ايه اللعب ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده داخل ارضيه الملعب؟ ضغط كبير واداء كبير من الفريقين بحدث هذه المباراه. المهارات الفرديه هي اللي حصلت الشوط الاول والهدفين المميزين من النجم زياد زكي حتى الان هم الهدفين الموجودين في ارضيه الملعب. اللمسه على اليمين والتصوير والهدف جول جول جول. الهدف الثالث الهدف الثالث عن طريق النجم الرهوان هو كوسي حطها على طول ما بين القوسين ما بين القائمين علشان يحطها ويسجلها ويعملها ويجيب الجول الثالث علشان يعملوها الثالث ويسجلوا الهدف الثالث بكل تأكيد. 3-3-3 بالثلاثة فريق الـ ABS يضرب بالثلاثة ما شاء الله. الله
الله على الابواب، الله على الاباب، الله على الروعه، الله على العظمه، الله على الجمال. لا والله ده الجمال احلى الكلام. شفنا لقاءين قبل هذه المباراة، لقاءين سجل فيهم أهداف، حتى الآن مفيش مباراة خرجت بالتعادل السلبي. طبعا نتمناها دائما إيجابية، وعايزين أكبر عدد من الأهداف لكل الفرق، عايزين نكسر الأرقام القياسية في هذه البطولة. شدوا حيلكم يا شباب، سواء هنا ولا هنا، إن شاء الله تكون بطولة كلها أهداف، إن شاء الله تكون بطولة مليانة بالأهداف وعاملها بالأهداف. هنا لهنا ما يهمناش، لا أخضر لا أحمر ما يهمناش، لا أصفر لا أزرق ما يهمناش، المهم إن إحنا نشوف أهداف، لأن الأهداف هي الجمال، هي الحلاوة، هي العظمة، هي الضربة الركنية الموجودة لصالح لعيبة ونجوم فريق الإم إس. من الجانب الأيمن المرة دي دخل عنها حمزة المتخصص ويسيبها على طول من الطرف اليمين علشان تبقى ضربة ركنية أرضية برازيلية تعدي وترجع ورا خالص عند الدفاع على الطريق. النجمة رقم 14 أعتقد لمو مرة ثانية أمامية باتجاه زياد زكي بيدور على في لمسه وفي راية مرفوعة وفي صفارة في هالدور موجودة. صفارة موجودة وقرار وخطة موجود لصالح عناصر الـ ABS من الجانب الأيمن على طول عالية فوق، ولكن برافو الدفاع عن طريق النجم مروان شيلها ويطلعها مروان تعود من جديد. السلام هنا في نص الملعب بلمسه بانطلاقه ادي زياد داخل منطقه الجزاء. زياد اللمسه موجوده لسه تصويبه ولكن بعيده كل البعد الى كارك الملعب. شوف اللعيب بيعتذر لاصدقائه سقفوا له. برافو هنا النجم رقم 95 زكي، أداء مميز في أرضية الملعب كما هو الحال لكل عناصر الفريق الحقيقة، وتبديلات وتعديلات أو خرج زوما، خرج زوما اللاعب رقم 5، خرج زوما اللاعب رقم 5 وشارك لاعب بديله هو سلمان. نعم كده شايفه بقى بيرتدي وقي الوجه على الطريقة الأوروبية طبعا الفيس ماسك. لمسه المره دي على الشمال تعود هنا عند لمونه بيحاول فيها، ولكن في الاخير في صفاره وفي خطا هنا من كابتن حماده سعد اللي الحقيقه بيجي يصفر بابتسامه جميله كده. كابتن حماده حاجات من التفاصيل البسيطه ولكن مهمه حكم المباراه. ادي لمسه خطيره جدا وحارس المرمى يطلع ولسه الموجوده الخطوره في الشمال، ولكن برافو مصري، برافو مصري حارس المرمى يطلع طول الحقيقه كده، يعني تاثرت بعامل الهواء اللي كان موجود في ارضيه الملعب ولفت عكست اتجاهها، ولكن يتعامل معها بشكل جيد جدا حارس المرمى مصري وعلى مرتين يطردها الى خارج الملعب. حمزه عرضيه عاليه فوق دفاع، خلي بالك راسيه دفاعيه هنا من اللاعب رقم 25 محمد انور تمر الى خارج الملعب والى ركله ركنيه جديده من نصيب حمزه من الفريق ومن نصيب اس من الجنب الشمال. ادي حمزه والضربه ركنيه تتلعب على طول عاليه فوق، ولكن مصري بمنتهى الثقه وبمنتهى الثبات امسك كورته وهيبدا الهمه المرتده لصالح فريق الاس سي. السلام لابونا بوش القدم الخارجي كده حلوه تروح عند حمزه. حقيقة بقى الأهداف بالنية ثقة كبيرة جدا لفريق الـ ABS النهارده في هذه المباراة. بيلعبوا بثقة كبيرة جدا وهي ديت بقى طبعاً مفعول الأهداف زي ما أنتم عارفين. الهدف بيدي ثقة، الهدف بيدي انطباع معنوي كبير جدا للاعبين، لذلك هذه المسلسلات والمربعات
وكل الاشكال الهندسيه وكل الاشكال الهندسيه. رابط التبس ميشو واحد من نجوم نادي الزمالك ميشو الحياه. هذه ميشو رابط التبس ترجع وهذا الرقصيه عاليه تعود بالجديد هنا عند اللاعب احمد حسام. سلامات للفريق، سلامات لكابتن الفريق. نزول على طول الجهاز الطبي ان شاء الله. نتمنى سلامة الجميع ونتمنى بطولة خالية من الاصابات. والجانب السيء من كرة القدم، اوعى تفكر ابدا ان كرة القدم كلها احتفالات وكلها بطولات وكلها تتويجات، لا، في جانب مسلم من كرة القدم. هذا الجانب يعني بيتلخص في هذا المشهد الموجود، الإصابة الموجودة على أرضية الملعب. إن شاء الله تكون الأمور سليمة ونقدر نكمل المباراة على خير. في كمان إشارة كده بتبديلات وتعديلات من خارج الحدود، شايف حارس المرمى هو هيغادر مصري، بيغادر حراسة المرمى وينزل مصطفى عطية الحارس البديل لتشكيل فريق البي سي سي. الشوط الاخير اصدقائي من احداث الشوط الثاني لهذه المباراه، مباراه بتنتهي بشكل كبير نحو ثلاث نقاط اولى لفريق الام اس. فريق الام سي سي لعب مباراه الحقيقه دفاعيه على اعلى مستوى، حاول ان هو يوصل باكثر من كوره ولكن يقدروا ان هم يعملوا اكثر من كده فيما يتبقى من عمر زمن هذه المباراه لهذا التيم الكبير فريق الام سي سي في هذه المباراه. ثورات حرة لصالح لاعبي ونجوم على الاس سي في محاولة إدراك هدف في هذه المباراة عن طريق النجم رقم 10 طلال. طلال على طول على اليمين بهجمة موجودة عند النجم أحمد حسام. حسام عند انطلق تعود من جديد لصالح عناصر ولاعبي ونجوم الام اس. ادي حمزة عند حمزة واللمسة على طول باتجاه زياد زكي اللي بيدور حتى الآن عن الهدف الثاني الشخصي ليه زياد العطية. اللمسة والتصوير والهدف، جول 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 جول. الهدف الرابع بلمسة حلوة بهدية جميلة من اللاعب زياد، حطها بروعة، حطها بجمال وقال له خد سجل، خد يا طوسي سجل علشان يبقى انت اتنين وانا اتنين، انت هدف وانا هدف، انت رزمة وانا رزمة، علشان تصبح النتيجة مشاهدينا 4-0 لصالح لاعب ونجوم الام اس بهدفين لزياد زكي وهدفين لطوسي علشان تصبح حتى الان التقدم من فريق الام اس. جانب كده الحقيقه بين الاجواء اللي موجوده في ارضيه الملعب، عنصر بقى الهواء والمياه واللي بيحصلوا في لمسه المره دي وخطيره جدا وقوسي ولكن حارس المرمى يطرد. حكم المباراه ويشير كده بنزول بسيط اللقطه الابيض. الأجواء كبيرة هنا في أرضية الملعب. شوف الكورة على طول من الحارس للحارس وبداية الهجمة. بقول لك السماعة بتاعتك وقعت الناحية التانية. روح بص على السماعة بتاعتك. السماعة في الأرض. السماعة في الأرض. تعمل إيه؟ والعمل الكبير والإصرار المربوط من لاعبي الـ NCC في هذه المباراة. الإصرار الموجود من عناصر الـ NCC في هذه المباراة من أجل تسجيل هدف ولكن في الأخير أصدقائي يصل الستار على هذا الحوار. بفوز